بعد انتهاء شهر رمضان وانتهاء العيد وكميه الكنافه والقطايف والكحك والبسكوت اللي كلنا قعدنا ناكل فيهم، هل في حد اهتم يعرف وزنه كام بعد الفتره دي؟ تعالوا نشوف. قبل رمضان كنت تقريبا 94، زدت 2 كيلو بعد رمضان. 2 كيلو بس؟ بسبب ايه؟ كنافة ولا كحك ولا ايه؟ لا هو في رمضان طبعا اكيد الحلويات بعد الفطار. طب ما تيجي نشوف وزن حضرتك قد ايه؟ 72 5. يعني خسيتي في رمضان والعيد؟ اه. مفيش كنافة مفيش كحك؟ لا كان فيه بس بمعدل. لا يعني هو زاد بعد رمضان، زاد بتاع يجي 3 4 5 كيلو. انت قد ايه تقريبا؟ يعني من 2 ل 3 كيلو. لما تيجي نتاكد كده. 64 و 3 يعني كده 4 زياده. بتعملي في الوزن الزياده اللي عندك؟ والله احنا بنحاول بنقلل في الاكل، هو الاكل هو كل حاجه السبب في الزياده. واضح انك خسيت. ده انا زدت. بس ده الوزن مش مظبوط ده. تفتكر الزيادة دي كلها جت من ايه؟ من الأكل. هتيجي منين؟ أيوه. ايه بقى نوع الأكل؟ كحك، قطايف، كنافة؟ القطايف دي القطايف والكنافة والشاورما والحاجات دي. لا باكل كحك، ما بقدرش أقاوم بصراحة. قلت لي وزنك كان كام؟ 65. طب ما تيجي نشوف دلوقتي بقى كام؟ بقى كام؟ 69. في رمضان كنت 81، بعد العيد بقى كحك وبسكوت وقريبة وشوكولاتة وشيبسي وكل حاجة. بهدلنا الدنيا. بهدلت الدنيا. 70 72. بعد رمضان بقى ايه اللي حصل؟ 74. 74 وزنتي يعني؟ يس. لما تيجي نشوف الحقيقة. هتوزني؟ 68. 68 والله العظيم. ده حلو. انت كده قلنا كان وزنك قد ايه؟ 74 او 72. خسيتي؟ اه. ليه ما كنتيش بتفطري؟ بفطر والله. ممكن اكون زدت 5 6 كده. طب ما تيجي نشوف. ماشي مش مشكله. يا نهار ابيض، زدت 8 زي ما قلت لك. 84 و300 جرام اهو. هنعمل ايه؟ يعني زدت قد ايه تقريبا؟ مثلا 20 كيلو. ابيض. ليه يا عم كنت بتاكل ايه؟ محشي كله. كل يوم محشي؟ كل يوم على الفطار؟ مكرونه وبانيه. قبل رمضان لقيت حوالي 90 او 92. بعدهم بقى؟ بعدهم ده قبل رمضان. بعد رمضان بقى تقريبا خسيت، يعني ممكن اكون اقل من 90 ب 2 كيلو بتاع. خسيت بعد رمضان والعيد؟ بعد رمضان اه. عشان ليه مفيش كحك؟ صيام؟ لا الكحك مش قوي يعني. ما تيجي نتاكد من الوزن. نشوف. بسم الله. 86 ونص فعلا. خسيت فعلا اهو. اه. ناس كتير جدا اتفاجئت من اوزانها، اللي كان متخيل انه هيزيد له كيلو ولا 2 وصل ل 6 كيلو 7 كيلو وساعات 10 كيلو. والسبب واضح، اننا كمصريين بنحب الاكل وبنعزه زي عينينا. يا ترى الاوزان الزياده دي الناس هتلحق تنزلها قبل رمضان الجاي؟ محمد علي، الحكايه ام بي سي مصر.